يعتبر قيامه بأعمال خيرية مؤشرا هاما على نجاحه. أحد هؤلاء النجوم هو المغربي نور الدين أمرابط لاعب مالاغا، الذي قام مؤخرا بزيارة إلى جمعية مغربية لإدماج المهاجرين. مراسلنا في إسبانيا أشرف العياد يلقي الضوء على هذه الالتفاتة الجميلة من خلال هذا التقرير. غيبه الإيقاف عن فوز مالاغا في ملعب الكامب نو، لكن العزيمة المثالية لنور الدين أمرابط كانت حاضرة ربما في خلد زملائه على أرضية الميدان، بما أنه نجم بكل معنى الكلمة. هو مثال يحتذى به لأن نجوميته لا تظهر فقط على المستطيل الأخضر، بل عادة ما تذهب إلى أبعد من ذلك. قبل أيام قليلة قام نور الدين أمرابط بزيارة للجمعية المغربية لإدماج المهاجرين في مالاغا برفقة عبد الله بن مبارك، الذي يعتبر قدوة لكل من يعشق ألوان النادي الأندلسي قياسا على تاريخه الحافل بالمحطات والإنجازات. إطلالة أمرابط وبن مبارك أسعدت الجميع في هذه المنظمة التي تمكن الشباب الموجودين فيها من التأقلم والانفتاح على المجتمع الإسباني من خلال خطوات مختلفة. آمل أن تهتموا بالدراسة وأن تقوموا بشيء ينفعكم في المستقبل بإذن الله. إن شاء الله. خلال هذه الزيارة أصر النجم المغربي لمالاغا على تلبية رغبة كل محبيه من هذه الجمعية، التي تسلمت من أمرابط قميصا يحمل اسمه وتوقيعه في بادرة جميلة، عادة ما تميز النجم عن الآخر. احنا لنا شرف باش نكونوا معكم شوية، واحد ندوزوا معكم واحد الوقيت، واخا عندك انتم تستحقوا يكون معكم دائما، ماشي زعما عندك الاعانه تكون دائما. كنشكروا فريق مالاغا اللي تقبل هذه الدعوه ديالنا بالزياره للنجم المغربي نور الدين المرابط والسي عبد الله، وكذلك نحن فخورون بهذه الزياره بالنسبه للجمعيه وبالنسبه للشباب، الاغلبيه هم المغاربه اللي هنا، لانهم محتاجين باش يشوفوا هذا النجم هذا، وبالنسبه لنا كتحسيس لهاد الشباب باش انهم يزيدوا يعملوا في الرياضه، والاطفال اللي عندنا كذلك في الجمعيه، انه هذا شرف كبير بالنسبه لنا وبالنسبه للرياضه كذلك. هكذا هو نور الدين أمرابط الذي يخطف يوما بعد يوم قلوب الكثيرين داخل الملعب وخارجه. اشرف بن عياد، بي ان سبورتس، اسبانيا. يعيش جمهور كرة السلة كل عام في